ثلاث حالات مستعصية كنا قد أضأنا عليها في تقرير سابق، متعهدين بوضعها في عهدتنا للمساعدة في تأمين العلاج لها. يعني إذا بعد علي أكثر ما بنقدر نعمله شيء. تعملها كثير مهما الله وانتو. نداء إنسانة ديالة بحاجة ماسة جداً للمساعدة بأسرع وقت ممكن. يعني نحن إلنا شرف كتير كبير بهذا الموضوع، أنه نكون نحن صوت الناس اللي بحاجة إنه يوصل. وأنا مراهن كتير 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 على يعني على كتير ناس خيرين. وها نحن مرة جديدة ننجح في إنقاذ حياة أطفال بدعم من أهل الخير ممن يتابعون للنشر ولديهم الرغبة في أن يكون لهم دورهم في معالجة قضايانا. نحن في برنامج للنشر ومن خلال تبرعات أهل الخير المتابعين للبرنامج نتكفل بدفع قيمة العملية التي ستجرى لحوراء الطفلة حوراء الأسبوع المقبل في لبنان، والتي تبلغ قيمتها 6000 دولار أمريكي. يسلموا، أنا بتشكركم كلكم سوا، والله يخلي ولاده اللي تساعدنا. ديالا في عندها عملية تغيير الجهاز اللي راكب بجسمها، وهذا الجهاز اللي هو وظيفته طبعا يخفف التشنجات العصبية اللي عند ديالا. يعني خلال ساعات معدودة نتوجه على مطار ننطلق على ألمانيا، وإن شاء الله خير بإذن الله. أنا بوجه رسالة شكر عميقة من كل قلبي طبعا لبرنامج النشر، على وجه الخصوص الأستاذ فوني خليفة، وبشكر طبعاً قناة الجديد اللي قايمة على البرنامج، وطبعاً بشكر المتبرعين الكرام اللي تبرعوا لديالا عبر برنامج للنشر، وبشكر فريق العمل وفريق التصوير كلهم، بوجه لهم كل تحياتي. وطبعاً في أشخاص لسيما نذكرهم ساعدوني على صعيد أنا شخصي ساعدت له. يعني بوجه شكر لسيد زهير طويل وأخته السيدة هلا طويل، وكمان بشكر الحاج زاهد حمزة وأخته رويدة. كمان بوجه كمان شكر للحاج موسى عسيلي وكل اللي وقفوا جنب ديالا وساعدوها. وكمان بوجه شكر كتير كبير لخي وحبيب قلبي يوسف بغدادي اللي هو بألمانيا، اللي جهز التحضيرات له شهرين ثلاثة بيتعب معي. بوجه كمان رسالة شكر لمعالي الوزير وائل أبو فاعور، وبقول له على شكرا كل الجهود اللي عملها بالنسبة للسفارة الألمانية، التسهيلات اللي قدم لنا إياها بالنسبة للسفارة. الطفل يورغو ديب المصاب بنفس المرض الذي أصاب الطفل حسين أبو شز، والذي تحتاج حالته أيضاً علاجاً في إيطاليا بتكلفة 160 ألف يورو، جمعت العائلة حتى الساعة 80 ألف يورو بانتظار أن يكتمل المبلغ ليلحق يورغو بحسين الذي وصلت حالته إلى مرحلة متقدمة من العلاج الآن في إيطاليا بانتظار عودته سالماً. Thank you.